ألف سلام عليك يا بيبو. هتعرف تقوم لوحدك؟ آه طبعاً، وأنا همشي على دماغي. حساب المستشفى ضن بالكارت بتاعي. عيب عليك، واتغديت على حسابك كمان. أحبك، هات الكارت يا حبيبي. بجد يعني أنا مش فاهمك يا بيبو، إحنا واخدين منك فلوس قد كده ومش عايزين ندفع لك أي حاجة. هقول لك اللي قلته للواد ده. أنتوا الاتنين مالكوش علاقة خالص باللي بيني وبين العيلة دي، أنتوا حاجة تانية. والدليل اهو، انتوا هنا وهم ولا هنا. طب انت مش شاكك في حد؟ لا، كله هيبان. ما اعرفش، انا حاسه نظريه غرام وانتقام دي اكتر. انت شكلك خاربها على الاخر. حلو. قصدك على فريدة؟ هي مش عملت فيها مقلب؟ هوريك انا هعمل فيها ايه، وهستخدمك يا ليلى. فاكره مشهدك مع العريس؟ تعرف تعملي زيه كده؟ لا خالص، انا جت معايا هبل كده. دي نجوة مصر الاولى. جاهزه تروحي مشوار حالا؟ مشوار حالا؟ جاهزه مشوار ايه؟ هلو. هاي هاي. قالوا لي انك بتدوري عليا بالاسم. حصل. طب اتفضلي. نورتينا ديفيد. ثانك يو. تشربي ايه؟ لا ثانك يو، مش عايزه اشرب حاجه. لا مش هينفع، لازم اي حاجه. والله لسه شرب. طيب خلاص، ثانك يو ديفيد. ميرسي. تحت امرك. لذيذ انتوا هنا قوي. ميرسي. قولي لي بقى، بتدوري على ايه؟ بنت هاوس، وان بيدروم ابارتمنت، تاون هاوس، فيلا؟ لا في الحقيقه انا كنت جايه ادور عليك انتي. عليا انا؟ خير؟ يعني جاية ادور على الست اللي بتحاول تخطف جوزي بقالها شوية. مش فاهمة، جوزك ايه؟ واضح ان في مس اندرستاندينج. لا مفيش، انا مرات بليغة ابو الهنا. بليغ؟ انت بتهزري؟ بليغ متجوزك انت؟ حبيبتي بليغ لو كان خلف كان جاب واحدة قدك. لا بتحصل. واكيد يعني انا مش جاية اخد رأيك في موضوعنا وبليغ، يعني سيبالنا احنا الموضوع ده. انا جاية عشان اقول لك يعني تبطلي تجري ورا بليغ، تبطلي تكلمي، تنططي في كل حته والهبل ده. ايه سكتي ليه؟ يبقى فهمتيني. مش محتاجه برضه اقول لك انا ابقى مين وبنت مين واهلي ممكن يعملوا فيكي ايه. انت ست كبيره وعاقله، مش حمل بقى مرمطه العيال دي. ها نايس تو ميت يو. مش عايزه اشوفك تاني عشان مش هبقى لذيذه كده.